مبارح بالليل بين الساعة 8 و 9 المساء بالسهرة الرمى علينا 8 صواريخ. يعني ما بيصير هيك بعد ما العالم رجعت على الضيعة والناس رجعت على بيوتها وأمنت إنه ما ضل يعني ما ضل قصف، رجعت عم تنقصف بيوت المدني والعالم والناس وأولاد وأطفال تحت الرمي. ما بيجوز هيك، ما خط جبهة هون، هون ضيعة سكنية. أخي الكريم، نحن عنا هون ببلدة الناجية بعد ما العالم الأهالي أمنوا أنهم يرجعوا بيوتهم والحمد لله رب العالمين، ظلت فترة ما انقصفت الضيعة والحمد لله العالم رجعت وعمرت واستقر وضعه. منتفاجأ امبارح أنه تم استهداف القرية من قلعة شلف بأكثر من 7-8 صواريخ. ما في لا مقرات عسكرية الحمد لله رب العالمين ولا في شيء، كلنا مدنيين مدنيين. يعني الأولاد امبارح والله ارتعبوا، كلياتهم ارتعبوا.